معاك مس نجلاء من مدرسة فيوتشر بايونيرز. النهاردة هنشرح حرف جديد من حروف اللغة العربية. حرفين النهاردة اسمه لام، وتعودنا كل حرف ليه اسم وشكل وصوت وأصحاب، أصحابه اللي هما كلمات الحرف. حرفين النهاردة اسمه لام، اسمه لام، لام صوته له، صوته له. طيب شكله ايه؟ عصاية طويلة فوق السطر نازلة بطبق كبير تحت السطر. طيب مين أصحاب حرف اللام؟ لا لا ليمون، لا لا لحم، لا لا لبن، لا لا لعبة، لي لي لسان. طيب تعالوا نشوف شكل حرف اللام بنكتبه ازاي. حرف اللام يا اصحابي شكله كده، عصاية طويلة فوق السطر ونزل بطبق كبير تحت السطر. طيب لما نكبر ونروح كي جي 2 ونكتبه في اول الكلمة شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيكون عصاية طويلة وفرد ايديها، برضو بتكون على السطر. شكله ازاي؟ عصاية طويلة وفرد ايديها على السطر. طيب احنا تعودنا لازم صوت الحرف يتغير مع الحركات القصيرة. طيب هيفضل صوته له؟ لا، لما يكون عليه الفتحة هيكون صوته ايه؟ لام فتحة لا لا لا، لام كسرة ها لي لي لي، لام ضمة لو لو. أحسنتم لو، أنا عارفة إن أنتوا بتقولوا معايا شاطرين. طيب لام سكون لا، لام سكون لا، وقلنا السكون هي بتبقى دايرة فوق الحرف. طيب تعالوا نشوف الكلمات اللي عليها فتحة. لام فتحة لا، معانا كلمة لا لا ليمون، لا لا ليمون. ايه تاني يا اصحابي؟ لا لا لحم. احسنتم، لا لا لحم. وعندنا اصحابنا كتير بحرف اللام. طيب لام كسرة لي، لام كسرة لي 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 لسان. ها لي لي لسان. احسنتم، لي لي لسان. طيب عندنا ايه بالضمه؟ لام ضمه لو، لام ضمه لو، زي كلمه لو لو لعبه، لو لو لعبه. احسنتم. طيب عندي تاني اصحاب اللام ايه يا اصحابي؟ لا لا ليمون، لا لا لحم، لا لا لبن، لا لا لسان، لا لا لعبه، ودي اصحاب حرف اللام. طيب تعالوا نشوف دلوقتي احنا هنفضل فاكرين الحروف ونكتبها ازاي ولا لا. طب انا هلخبطكم واشوف هتعرفوا كل حرف مين الصورة بتاعته. أول صورة عندنا صورة، ها دي صورة إيه؟ أحسنتم، لسان. لي لي ده صوت إيه؟ ده صوت الحق؟ صوت البق؟ لأ، أحسنتم، ده صوت إيه؟ حرف ال لام. طيب الصورة اللي بعد كده صورة إيه؟ صورة ليمون. لا لا ده صوت إيه؟ صوت الألف؟ لأ، أحسنتم، ده صوت حرف اللام. طيب هنا أه أه أم، أه أه أم، أنا كده قلت صوت اللام؟ أحسنتم، صوت الألف. شاطرين جدا يا أصحابي. طيب هنا ها لا لا لبن، ها سمعنا صوت إيه؟ ل ل صوت اللام. أحسنتم، لام لبن. يبقى كده لام لسان، لام ليمون، لام لبن. لكن الأنف ما ينفعش تاخد حرف اللام عشان هي بصوت حرف الألف. أشوفكم إن شاء الله في حرف جديد من حروف اللغة العربية.